صيف جتنا هواي شكاوى طبعا، مستوصف عايل للسقوط وكل المياه جوفيه وما تعرف بيا لحظه يوقع على مره لو على طفل يقتلها لو على موظف. وهنا عندنا مكان بديل ونريد نشوف ليش معطلين يعني شنو صار لكم شهرين ثلاث اشهر، واحد يروح منا واحد منا صحت بابك. راح اراويكم بالملموس هذا المستوصف شنو وضعيته وشنو موضوعه وشنو الفساد اللي يدور حول هذا الموضوع وحول هاي الشغله بالضبط. طيب هذا السبتتنك، هذا صور لي هذا السبتتنك، وامشي لي امشي لي تعال امشي هاي امشي لي هاي الجوفيه، تعال لي هنا شوف هاي المياه الجوفيه مصرف بياه لحظه ما تعرف يوقع على الموظفين على الاطباء على الناس المراجعين والعالم هناك مكيفين، واحد يروح منا واحد يجي منا صحة بالي. شوف هذا باكر مقطع فيديو مقدم للمحاكم محاكم العراق والمحاكم الدوليه. تفضل نريد نشوف شنو الفساد مالك غصب منك. تعال جوا تفضل، هذا مختبر تعال تعقب للمختبر. شوف هذا مختبر صور لي اياه، كهرباء ما بي صار 10 ايام طفت اجتك طب مطرات الدنيا صار بي تماس كهربائي. تعال شوف هذا مختبر مال الدوله، الصدر يوميا 5 مليون برميل نفط. وينكم الفاسدين؟ وينكم؟ يا ترى خلص منكم كلاب ود الكلاب. شوف هذا مستوصف، هذا ذا وقع على موظفين 7 من 8 ومات واحد منهم، تغلطون؟ تفضل تعال صور لي هذا شنو هذا؟ مختبر. هذا مختبر الله يقبل محمد. هسه احنا من يعني من دون هاي الدول ليش؟ تعال وقف هاي الغرفة حجي لو صفك حجي. تعال شوف هاي الغرفة مال المستوصف اللي مرضني اللي معاندين صحة باب اللي نفتهم يا فاسد قاعد يشتغل ضد مدينة القاسم. تفضل هاي غرف مال 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 دائرة بها موظفين محترمين، هذا كاحترام للموظفين هنا بهاي مدينة القاسم اريد نفتهم ليش؟ تعال تفضل هذا مكان مال عمل، مكان مال عمل، هذا صور لي هاي ابو كهرباء. تفضل هذه الرطوبة هنا واصل دينها. تفضل سوي هاي كلها مفلشة. شوف يلا امشي